الله الرحمن الرحيم. المعلوم سيدي محمد، عندنا اليوم نص وهو عبارة عن قطعة شعرية من قصيدة توجيهية للعلامة محمد سالم للشيء، وسأقرأ النص على مسامعكم. ولوحك إن لوحك خير إلف يزينك في المجامع والقلوب، ولا تترك خلف البيت تسفي عليه السافيات من الجنوب، ولا يدرك شيب خدن جهل لأن الجهل يقبح في المشيب، وحصل علم ذلك إن عارا جهالته على البر المنيب، ولا تكن مثل من يرضى بجهل والاستغناء بالحسب الحسيب، فما الآباء تنهض ذا خمول وراض بالبطالة والذنوب، عليك الجار إن الجار حق وحق الضيف توصية الحبيب. العلامة محمد سالم ولي الشيء، العلامة محمد سالم ولي الشيء من مواليد قرية تدعى ندومكري قرب مدينة تركيز، وقد ولد في بيت من خاولته يدعى أولاد بو المختار من إداب الإحسان، ونهل من معين هذا البيت فحفظ أشعار العربي وشوالد اللغة العربية، ودرس الفقه والأصول والسيرة، وأقل ما يقال عنه إنه كالنحلة التي رعت من كل جانعة. بدأ محمد سالم واللشين رحلته المعروفة إلى الحوض الشرقي عام 1000، وهو من مواليد، أولا هو من مواليد 1865، وفي عام 1946 بدأ رحلته المعروفة صوب الحوض الشرقي صحبة أخيه حبيب الله، وفي عام 1946 حط الرحال على العلامة الفهامة الشيخ المحفوظ البيا الذي أكرمهما ونعمهما ليكتشف بعد ذلك نبوغ محمد سالم للشيء وعلو كعبه في شتى العلوم، فاتخذه خليلا ومدرسا. نعود إلى النص للتعليق عليه. ولوحك إن لوحك، إرسم لوحك. فهام العلامة محمد سالم واللشين لا زال يوصي طلبة العلم بلزوم اللوح. ولوحك إن لوحك خير إلف كرر للتأكيد، إن لوحك خير إلف أي خير صديق، يزينك في المجامع والقلوب. اللوح يزين الطالب، يزين بماذا؟ بالعلم المكتسب عن طريق اللوح. في المجامع والقلوب، ولا تتركه خلف البيت تسفي عليه السافيات من الجنوب، ولا يدرك شيب خدن شهد. فهذا عار كبير، أن يدركك الشيب وأنت وقد لازمك الجهل فكبرت خسارتك، لأن الجهل يقبح في المشيب، وحصل علم ذلك إن عارا جهالته على البر المنيب، ولا تكن مثل من يرضى بجهل والاستغناء بالحسب الحسيب، فالجهل فالحسب الحسيب مع الجهل لا يغلي لا يفيد صاحبه شيئا، ولا تكن مثل من يرضى بجهل والاستغناء بالحسب الحسيب، فما الآباء تنهض ذا خمول. الآباء والأجداد وإن على حسبهم لا يستطيعون أن ينهضوا بصاحب الخمول وصاحب الجهالة، وراض بالبطالة والذنوب، وفي الأخير عليك الجار
وهذه توصية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. عليك الجار، إن الجار حق وحق الضيف. توصية الحبيب. أسئلة الفهم: ضع عنوانا مناسبا للنص. 2، من المخاطب في هذا النص ولماذا؟ 3، أعرف ما تحته خط إعراب المفردات وما بين قوسين إعراب الجمل. 4، اذكر صياغة وأوزان الكلمات إدفن بطالة. 5، قطع البيت الثاني واذكر بحره. 6، الوضعية اللوح نعم الصاحب والإلف ما رأيك. 15 سطرا. لن نبدأ على بركة الله الجواب على أسئلة الفهم. السؤال الأول: قل طلبنا عنوان مناسب للنص، والعنوان المناسب هو اللوح نعم الصديق. اللوح نعم الصديق. السؤال الثاني: قلنا من المخاطب في هذا النص ولماذا؟ المخاطب في هذا النص هو كل طالب علم يريد أن يسلك طريقا يلتمس فيه علما، لأن صاحب النص يخاطب هنا كل النشء الذين هم في سن التحصيل. سؤال ثالث: سؤال إعراب. ولوحك إن لوحك إعراب لوحة، اسم منصوب هو اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، والكاف ضمير مضاف إليه ما قبله في محل جر. كلمة خلفه: ولا تتركه خلف البيت، ظرف مكان منصوب بالفتحة أيضا. عندنا جملتان للإعراب: ولا تتركه خلف البيت تسفي عليه السافيات. الجملة الأولى التي بين قوسين: تسفي عليه السافيات، وهذه جملة فعلية في محل نصب حال من الضمير تتركه العائد إلى اللوح. ولا تتركه اللي هو اللوح خلف البيت حال كونه تسفي عليه السافيات من الجنوب. إذن هي جملة فعلية في محل نصب حال من الضمير العائد إلى اللوح في تتركه. الجملة الثانية: ولا يدرك شيء خضر جهل لأن الجهل يقبح في المشيب. هذه أيضا جملة فعلية في محل رفع خبر أن، لأن الجهل. طلبنا صيغ وأوزان الكلمتين إلف بطالة. إلف فعل مصدر من ألف، مصدر الوزن الصيغة، مصدر الوزن فعل. بطالة مصدر مرة، بطالة فعالة. تقطيع البيت الثاني: ولا تترك خلف البيت تسفي عليه السافيات من الجنوب، مفاعلة فعول. وبالتالي يكون بحر القصيدة أو الأبيات هو الوافر. يقول الناظم: بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة فعول. السؤال المتعلق بالوضعية، السؤال السادس: قلنا اللوح نعمة الإلف والصديق ما رأيك. 15 سطرا. أول شيء خلقه الله تبارك وتعالى هو اللوح، ثم أمر القلم بأن يكتب فيه بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا دليل قاطع على عظمته وبركته. فيجب على كل طالب مبتدئ
أن يكتب في اللوح أن يكتب في اللوح من أجل التبرك من أجل التبرك من أجل التبرك والتحصيل وكسب المعارف، فاللوح خير إلف ورفيق درب، لأنه يزيل صاحبه في المجامع والمجالس بتلميع صورته لما يحمل معه من علم. يقول الناظم: تعلم فإن العلم أزين للفتى من الحلة الحسناء عند التكلم، ولا خير في من راح ليس بعالم بصير بما يأتي ولا متعلم. يقول آخر: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت إليه الجحافل. وعليه فإن صاحب العلم محمود وموقر وجميل في أعين الناس، وصاحب الجهل مذموم وحقير في أعين الناس، وإن علا به النسب والحسب. يقول الشاعر: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فعلى كل طالب علم أن لا يشغله شاغل عن اللوح، فبه وحده يكتسب المجد والعلا والحسب والنسب وفلاح الدنيا وصلاح الآخرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: علمي معي حيثما يممت يتبعني، صدري وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. والسلام عليكم.